طيب هنا النتيجه خلصت 81 82، يعني نقول عندنا الفيلد جول 41، احنا الفيلد جول عندنا اعلى، احنا نسبنا على التصويب على الحلقه ك3 بونت وكميديم احنا اعلى، احنا 46% هم 41%. الاسيست احنا 19 اسيست، احنا في التالت والرابع لعبنا لعب جماعي اكتر من الاول والتاني. الاول والتاني احنا كنا جايبين انا فاكر 6 اسيست بس. تخيل يا كابتن سرعاوي، يعني احنا الاسيست اللي هي ثالث رقم، احنا التوتال الجيم جايبين 19 في الوقت اللي احنا كنا الاول والتاني جايبين 6. جايبين 6 يعني النهارده، يعني لا احنا النهارده التالت والرابع كان في لعب جماعي اكتر بكتير. الستيل هم عاملين ستيل اكتر 9، معنى ان هم عملوا ستيل اكتر 9، يعني احنا عملنا تيرن اوفر يا كابتن سلاوي، عملنا 9 تيرن اوفر، عملنا تيرن اوفر كتير قوي، وهم واحنا عاملين 7 ستيل، يعني هم عملوا 7 تيرن اوفر. تيرن اوفر احنا قاطعين الكور، يعني لما في تيرن اوفر تاني ووكت، في تيرن اوفر في الاوت، بس النهارده بس احنا عاملين 9 تيرن اوفر في ايديهم يا كابتن، يعني النهارده عاملين 9 تيرن اوفر في ايديهم، وده كتير قوي. يعني بيتهيألي ده الرقم يا كابتن اللي خسرنا من وجهه نظري ولا يا كابتن طاهر؟ رقم الستيل ان هم نحط 7 ستيل في ايدهم، يعني دي اكتر حاجه ممكن تكون اثرت معنا في الوقت ان هم حطوا 7، احنا مش دي رقمنا، خلي بالكم ده مش توتال التيرن اوفر، لسه في ووك، لسه في ممكن التشارج بتحسب تيرن اوفر. طيب نخش على الثري بوينت. بص يا كابتن النسبه 29-6، ما هي دي النسبه 29-6. سيبوا لنا يا جماعه الارقام دي، احنا جايبين 6 من 29، يعني 20% يا جماعه وحش قوي. تاتا بونت عندنا وده تاني جيم على التوالي، نوهنا عليها في بدايه الاستوديو الماتش اللي فات. فكده النهارده التاتا بونت لازم فيها موقف، بالرغم ان انت عندك شويطه، انت عندك هاب امين، عندك عيسى، عندك باتريك، عندك باتريك. انا مستغرب مهيب ما نزلش ليه، مهيب النهارده برده ما لعبش. طيب نخش في التاتا بونت عندهم شايطين 21، هم شايطين اقل منا، جايبين 7، نسبتهم التلت بالظبط، يعني 33 في هي النسبة المطلوبة في الثري بوينت. معقولة الثري بوينت ده أكثر يعني أقصى نسبة من في الثلاثة بونت بتبقى 40، ده أحسن لعيب في العالم. هم 33%، يبقى هم تفوقوا علينا في الثلاثة بونت وإحنا خسرنا تيرن أوفر. لو في إحصائيات تانية يا جماعة للفرقة كلها برضو هتهنى. النهاردة يعني طب التيرن أوفر ده ترجعوا لي يا كابتن، هل هم ضاغطين علينا بشكل جامد؟ هو لعب ده انا قلت لك من بدايه البنشتين ان هو بيعمل يستخدم الاسلوب الضاغط من اول الملعب، ونجح كابتن هيثم معانا فاستمر فيه المدرب، زائد ان ما شاء الله صحه كويسه بيجروا. الفرقه دي احنا كان لازم نلعب معاها زي ما كان بيقولوا لنا زمان اساتذتنا. احصائيات ثانيه يا كابتن، فرقه بالسرعه متلهوجي، احنا نلعب بالسرعه والتسرع. احنا النهارده كنا متسرعين، كان لازم نلعب شويه بهدوء. طب متخيل يا كابتن رقم 24 كمان او خمان، هو المفروض هو ده جاب كام بونت؟ 27 نقطه، 27 بونت، فيلد جول 10 من 17، يا نهار ابيض، 16 ريباوند، يا نهار ابيض يا جماعه 16 ريباوند، وعنده 16 سنه 16 ريباوند. عشان في بدايه تحجيز مفيش، مواليد 2006 يا جماعه، تحجيز مفيش. طيب 18 عندك عندهم راندي ده تقريبا رقم 5 يا كابتن، راندي ده تقريبا رقم 5 اللي احنا حذرنا منه من الاول ان هو اللاعب ده اهم واحد عندهم، راندي رقم 5 بالظبط، راندي ده رقم 5 اللي هو بشعره حاطط 20 نقطه، دين رقم 6، كل دول من الاحصائيات في الاول باين ان هم افضل لعيبه، عملوا ستيل كتير وقطعوا كور كتير. 14 بونت عندك باتريك اللي هو رقم كام، باتريك الامريكي بتاعهم دبل زيرو، حاطط كام باتريك؟ حاطط 8 بونت. عندك احمد رقم كام احمد عندهم اللي هو الغاني، حاطط اللي هو رقم 15، حاطط 8 بونت. النهارده دول ده السكور. النهارده بص بقى الريباوندات عندهم قد ايه يا كابتن، يعني كمان جايب 16 ريباوند، راندي 6، لا هو كمان اللي جايب كل الريباوند. طيب خلينا نروح للفرقه الثانيه، انا اقول احصائيات بس. طب اتفضل يا كابتن. راندي اللي حضرتك بتتكلم عليها كابتن هيثم كان بيلعب في سموحه لو تفتكر، راندي ده لاعب سموحه، ايوه السنه اللي فاتت، فاكره؟ صح طبعا افتكرته، صح يا كابتن، ملاحظه سليمه. سيبوا لنا بس الاحصائيات يا جماعه، نخش على احصائياتنا. بص يا كابتن بقى، باتريك جايب 19 بونت، لا 19 بونت حطيتهم في ايه؟ في التالت والرابع، لان يعني باتريك ما لعبش في الاول والتاني؟ لا في الاول والتاني لعب، وجاب 4 بونت في الاول والتاني، لا جاب 4 بونت في الاول والتاني، جاب 15 بونت في التالت والرابع. باتريك اللي حطينا في المقدمه ب 10 بونت. طب هنخش بعد كده على ايهاب امين، 15 نقطه، اغلبهم في الشوط الاول، كان جايب تقريبا 11، كان جايب 11 يا جماعه تقريبا في الشوط الاول، صح؟ تقريبا هو عمل 9 محاولات، كان جاب 9
جاب 9 ايهاب امين في الشوط الاول والثاني وجاب 6 في الشوطات الرابع، بس الفيلد جول بتاعت ايهاب امين قليل قوي. 14-5 فيلد جول قليل جدا، يعني عمل 14 محاوله على الباسكت جاب 5 بس. لكن ريباوند عالي، ريباوند 8 ريباوند من جارد عالي. عالي. وعلى فكره باتريك جايب 8 بوند 8 ريباوند كتير، يعني باتريك النهارده لما يجيب 8 في الكوارتر الاولاني والثاني عمل 4 محاولات جاب منهم 2. نعم، يعني النهارده باتريك لما يجيب 8 بوند في العدد في الوقت اللي هو لعبه، لا احنا بنتكلم النهارده ان ده كويس. طب نخش 19. بعد كده على عمر طارق. بص يا كابتن، هي دي بقى النقطه. 13 عمر طارق 13 نقطه 4 ريباوند بس. نفس الطول في الفرقه الثانيه جاب 16 ريباوند. فهو عمر طارق النهارده يمكن التاتو الرابع ما لعبش كتير. عندنا توني ده. عندنا توني جاب كام؟ ميشيل جاب 11 بوند و7 ريباوند، فيلد جول 7 من 4، ارقامه كويسه توني. عندك مصطفى كيجو، صح يا كابتن؟ مصطفى بوند. كيجو 6 بوند، فيلد جول 4 من 3، ريباوند 2، اسيست 0 0. اشكركم يا جماعه، دي الارقام يعني.